نحن اليوم في النسخة الثانية من المنتدى المصرفي لتكنولوجيا الأعمال، مشاركة فيه أكثر من 12 دولة: ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، أسبانيا، تركيا، فرنسا، ماليزيا وبريطانيا. طبعا المنتدى مركز على المصارف، شركات التأمين وشركات الاستثمار اللي موجودة في ليبيا. كان في تبادل خبرات كبير واضح. قمنا حوالي 9 حواريات تحكي على الأمن السبراني، تحكي على الانترنت بانكينج، تحكي الأونلاين بانكينج، يعني كلها ريليتد للمصارف والشركات. دور اليوم قدمت ورشة عمل على أهمية تدريب وتطوير موظفي المصارف والشركات بحكم أني مدرب دولي في التطوير الإداري والقيادي. الحضور كان رائع، أكثر من 125 شخص من كثير من الشركات الليبية ومعظم المصارف في ليبيا، وعلى رأسها مصرف الجمهورية ومصرف الساحل والصحراء اللي قدموا دعم كبير للسنة الثانية على التوالي في إنجاح هذا المنتدى الدولي.